نظرا لأهمية هذه الرواية من حيث التاريخ والمجتمع والفلسفة والحب والحياة والموت والصراع والأمل والمستقبل، فإننا جزأنا محاور هذه الرواية إلى ثلاثة أجزاء. الأول تحدثنا به عن العرب المعاصرون والأندلس التي ما تزال حاضرة في وجدانهم. قلنا في المشهد الأول أو في الرؤية الأولى أو في المحور الأول عن العلاقة بين العرب المعاصرين والأندلس، قارنا بين وجود حكام الطوائف كما ترون هنا الأغالبة وبنو عامر وبنو قاسم وبنو الرزين إلى آخره من السلسلة الثالثة والعشرين، تماما مثل عدد الدول العربية حاليا. وقلنا إن عوامل سقوط الأندلس ما تزال موجودة في الأمة حتى الآن مع الأسف. الرواية لا تتحدث طبعا بشكل مباشر عن هذا الموضوع، إنما تتحدث بالإيماء، بمعنى العمل الأدبي لا يتحدث لا سياسة ولا تاريخا ولا فلسفة ولا سردا ولا صحافة، إنما يتحدث بلغة أخرى هي لغة الوجدان، ولغة الوجدان تختلف عن باقي اللغات. في المحور الثاني كانت هذه هي الصورة الرئيسية التي ترونها، استشراف المستقبل، وتحدثنا عن حادثة تقع في الرواية يستطيع أن يحلها علم مستقبلي اسمه الباراسايكولوجي، الرؤية خارج نطاق العقل وحتى المنطق وحتى العلم. استشراف المستقبل هي رؤية لحالنا بعد 50 سنة من الآن تقريبا، ونحن نقف مع بعض ذيول الوضع الحاضر الذي نعيشه بصوره القاسية والمرة. هكذا كان المحور الثاني. ننتقل الحقيقة قبل أن نتحدث في المحور الثالث على أهميته لنقول إن محاور رواية حورية هاربة من الجنة، المحور الأول هو العرب المعاصرون والأندلس، المحور الثاني استشراف المستقبل. وكي لا نزيد عليكم في كثرة كلامنا فحددنا المحور الثالث في الحب والحياة والموت. الحب كان يجب أن ينفرد له فصل خاص، والحياة أيضا والموت أيضا، فكل هذه الأشياء هي من أهم ما نعيشه طيلة حياتنا وحياة البشرية. لكنني فضلت أن أجمع هذه الصفات الثلاثة في محور ثالث كي لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. هذه صورة غلاف الرواية كما رأيتموها، ولو جئنا لنفصل فيها قليلا أو كثيرا فنكبر الصورة. ما هو مكتوب هنا هو اسم الكاتب زهير الشلبي باللغة العربية والإنجليزية، والدكتورة وفاء الأندلسي، والأستاذة حنان بدران اللتين أشكرهما شكرا جزيلا على مساهمتهما
في الكتابة والتعليق على هذه الرواية الهامة بالنسبة لهم كما رأوها، وتجدون نص ما كتبوا في ضمن سياق الرواية أو في مطلعها وروايتها. في الإنجليزية أكتب Arabic Version، القسم العربي للرواية، لأنني أزمع ترجمتها للغة الإنجليزية إن شاء الله. على طولها يعني هي 270 صفحة على القطع الذي حددته شركة الناشرة. أما في القطع A5 فقد تكون أكثر قليلا، أنا قاربتها بال 300 صفحة. على كل حال، هي كما أقول باللغة الإنجليزية، هي a case of a destiny which will be seen by our grandchildren. هي وترجمة هذا الكلام موجودة هنا، هذا طائر الجنة بالمناسبة، وهذا شكل الحورية، الحوريات حقيقة، اللواتي يظنن أنهن في الجنة وربما هو عبارة عن حلم. هذه من مضامين أسرار الرواية. هي كما قلت باللغة الإنجليزية، هي قضية مصير يعيشها أحفادنا في عام 2065. نعود لحجمها الطبيعي. هنا نلاحظ صفاء السماء، نلاحظ بعض النباتات، نلاحظ طائر يحلق ويتجه باتجاه الحورية الرئيسية هنا التي تعاني وكأنه يواسيها. ننتقل إلى متن الرواية نفسها. متن الرواية هو هنا: حورية هاربة من الجنة، A running away nymph. زهير شلبي، هذا هو الرقم الدولي. حقوق النشر محفوظة للمؤلف، الطبعة الأولى. المحتوى عن الرواية: حورية هاربة من الجنة هي رواية من 7 فصول و58 مشهدا. زمن الرواية هو من عام 2060 وحتى عام 2065. مسرح الرواية، هناك مسرحان لهذه الرواية: منطقة ريفية في بلاد الشام ومنطقة أندلسية في إسبانيا. اخترت المنطقة الريفية في بلاد الشام لأنني أتوقع أنها ستكون هي الرائدة في الصناعة والزراعة، وأيضا في المؤسسات الأفضل في البلاد، ومنها المستشفيات، لأنها مدننا تسير نحو التلوث بشكل أكبر. فاخترت المناطق الريفية أيضا لجمالها ولصفاء دنياها. شخصيات الرواية، وهنا هذه قضية هامة جدا: أسرة حسان، حسان أبو الأسرة، وهي الشخصيات الرئيسية الحقيقة في هذه الرواية. رجل لديه الكثير من التجارب العميقة، رجل كبير، وهو زوج لنادية المتوفاة إثر مرض السرطان الذي أصابها نتيجة لما عملته في نفسها أثناء اختطافها. نادية تعتبر هي الأم الحقيقية رغم موتها ورغم عدم وجودها في هذه الرواية. ففي عام 2058 توفيت نادية، ولكن أحداث الرواية تجري في عام 2060 وما بعد، وبالتالي كانت متوفاة ولها ضريح في مكان البناء الذي يعيش بقي فيه زوجها حسان وابنها الدكتور نادر المختص بالأورام، والذي نجح في تحقيق كما هي حال شعبنا الحقيقة في تحقيق اختراق في مجال الأورام، اختراق عالمي قدر له هذا الاختراق ودعي إلى الكثير من المؤتمرات العالمية. نادر إذن الابن الطبيب. ها
هناك أسرة أخرى موازية اسمها أسرة سلوى. سلوى طالبة طب جامعية، وهي تلميذة نادر في الجامعة كما قلنا، المختص بالأورام الذي هو أكبر منا سنا. أم سلوى حفيظة تلعب دورا هاما في هذا الموضوع، لأن لها عقلية مختلفة تماما عن نادية اللي هي بطلة هذه الرواية، حية وميتة أيضا، هي المسيطرة على كل هذه الرواية رغم خروجها من الحياة الدنيا. إذن أم سلوى حفيظة هي معرفة قديمة لنادية جمعتهما الظروف، وبقيت بينهما ذكريات وشروخ كبيرة. هذه الذكريات وهذه الشروخ الكبيرة هي حقيقة محور هام جدا من محاور هذه الرواية، تكشف عنها بالتسلسل منذ الصفحة الأولى وحتى نهاية الرواية. في نهاية الرواية تظهر كل أسرار هذه العلاقة بين نادية وسلوى في فترة أعوام العقد الثاني في القرن العشرين، يعني منذ 2011 وحتى 2020، وهي أحداث من هامة كما نعلم، وهي الأحداث المؤثرة والباقية آثارها، حتى بعض آثارها الحقيقة حتى عام 2060. أبو نسيمة عجوز في الثمانين عاش مرحلة الصراعات، يعني عاش في منذ ما قبل عام بداية القرن الواحد والعشرين، وبالتالي هو على اطلاع واسع فيما جرى في أحداث بداية القرن الواحد والعشرين، أو حقيقة بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. أبو سعيد أيضا جار لأسرة حسان، يقوم على رعاية المكان والضريح والحديقة خلال غياب الأسرة الذي كان طويلا خلال فترة الرواية. هناك محور آخر الحقيقة هام جدا، هو محور الشخصيات الإسبانية والأندلسية. هناك غالبا غلبت الإسبان الحاليين الذين هم من أصل مغاربي، يعني أصلهم من المغرب وقسم منهم من مدينة فاس، وهذا ما الحقيقة ربطني بشدة بدكتورة وفاء، نظرا لأنها هي من هذه المدينة، وبالمناسبة مدينة فاس هي مدينة تشبه دمشق بتراثها، بحواريها، بأزقتها، تشعر وكأنك عندما تكون في فاس وكأنك في دمشق. نبدأ بالشخصيات الإسبانية. الدكتور ألفينسو مدير وصاحب مستشفى في مدينة إشبيليا. إشبيليا في هذه الرواية هي مدينة الحب، وهي التي يقام مهرجان رقصة الفلامينكو، وهي أيضا المدينة العريقة بالرقصات العربية الأندلسية التي هي من أصل حلبي أو تتمسك بالتراث الفني، مثل رقص السماح ما زال موجود في مدينة إشبيليا. وهنا إشبيليا، وهناك الكثير من المعالم في إشبيليا تشبه كثيرا معالمنا العربية الشامية. أناهيد هي الدليلة المغربية الإسبانية في مدينة قرطبة، والتي تجيد العربية باعتبارها من أصل مغربي، تجيد العربية واستطاعت التفاهم باللغة العربية أثناء تجوالها في مدينة غرناطة وقرطبة وإشبيليا مع السيد الأب حسان والابن أناهيد وسلوى أيضا التي شاركتهم في إحدى المؤتمرات الموجودة في إشبيليا. إذن أناهيد دليلة مغربية إسبانية في مدينة قرطبة. الدونزا، الدونزا هي اسم إسباني الحقيقة، ويعني الإنسان الرقيقة الهادئة الشلبية،
الطيبة المتعاونة، يعني صفات من صفات الأسماء الإسبانية الجميلة. هي طبيبة إسبانية مختصمة بالعلم الجديد المسمى علم الباراسايكولوجي. الباراسايكولوجي هو استشفاف كما قلنا المستقبل، استشفاف ما هو غير مرئي، استشفاف الحقيقة الغائبة عن الأحاسيس الإنسانية، وهي كما نسميها أحيانا بالحاسة السادسة. هناك شخصية أيضا محورية، سولانا. سولانا كما وصفتها الرواية هي تشبه المغاربة بلونها، بقامتها، بجمالها، بمحبتها للأصل المغربي، وأيضا للتراث الشامي الذي انتقل إلى الأندلس وإلى المغرب. يعني تحس بطبيعتها وشكلها كأنما هي خليط مغربي شامي. سلفادور أخ لسولانا لا يظهر شكلا في الرواية، لكن يظهر أعماله من حيث أنه اختصاص في قضية الأصوات. يعني تصورت أنه بعد 40 أو 50 سنة يمكن للفني بالأصوات أنه لو التقط موجة شخص، أي شخص، يمكن أن يستعمل صوته بأي طريقة يريدها. المهم الموجة والموجات المرافقة للصوت الذي هو أحدى خواص كل إنسان على حدة، يعني له موجة طولها معين، ترددات معينة، هناك ترددات مرافقة للصوت الأساسي الذي لو شاهدنا مخططه لرأيناه في قلب المخطط الصوتي الذي نلاحظه في بعض الأجهزة الإلكترونية. هناك شخصية أخرى، يعني ريكاردو، هو أب لسولانا. الحقيقة نلاحظ أن سولانا وأسرتها تشكل 4 شخصيات، لكن الشخصية الرئيسية تبقى سولانا لأنها هي علاقتها الجينية ومحبتها وإحساسها بأنها هي من أصل أموي هي التي جعلتها شخصية هامة جدا، رغم أنها طبيبة معاونة للدكتورة ألونزا. هي من قدمت أو أعطت بعض الأفكار المهمة في تطوير هذه الرواية، وبالتالي هي صاحبة فكرة الحياة من الموت التي قدمت لها هدية تحدثنا عن سابقا عنها، وأظهرت فيلما لها اللي هي حشيشة مريم الصحراوية الجافة التي تصبح القشة المكسرة في اليد، وعندما تعطيها ماء خلال ساعة واحدة أو نصف ساعة فقط تعود للحياة وتنتشي، وكأنها مثل يضرب على الحياة من الموت. هناك رموز كثيرة في الرواية، قلت منها هذه الحشيشة، وأيضا تحدثوا عن فسلة يأخذها نادر معه من بلاد الشام هدية إلى أصدقائه الأطباء في إشبيلية يزرعونها هناك، هي شجرة الزيزفون. ننتقل إلى قضية أخرى الآن التي هي الرواة. هذه الرواية كما اختلفت في زمنها، لأن عادة نحن نكتب عن الزمن الماضي، نكتب ما حدث، لكن هذه الرواية تهتم بماذا سيحدث، ماذا سيحدث بعد 50 سنة من أحداث رهيبة تحصل في أوطاننا في هذه الأيام. كيف يمكن للكاتب أن يتصور ذلك الوقت؟ قد يكون من مفهوم التوقع، مفهوم الاستبصار،
لكنني أنا أخذتها من مبدأ كيف يرى المهندس بناء مخطط بنائه على أرض محددة. يأتي ليرسم ويرسم ويرسم، ثم يخرج معه الشكل الذي يتوقع منه أن هذا البناء سيكون بهذا الشكل، فتم رسم الرواية على هذا الأساس، من حيثيات الواقع، من حيثيات الحياة، من حيثيات استشراف المستقبل. الرواة، حسان الأب أول الرواة، باعتبار أن نادر كان غائبا في مؤتمراته العلمية في جميع أنحاء العالم. ابنه عازب وقد بلغ 40. الشخص الثاني، عندما يقع حسان الأب في حالة صراع بين الحاضر والماضي، عندما يكون في مدينة التراث في إشبيلية مثلا ويستذكر زوجه أو زوجته نادية التي كانت تعيش معه، وكيف حصل هذا اللقاء، وكيف حصل هذا الحب الذي سترونه بأنه حب لا يتكرر في الدنيا كلها. هذا الحب باعتبار نحن نتحدث عن محور، الحب الذي يجري في هذه الرواية هو من الحب الذي يجب أن يكون خالدا، وهكذا اقتضت الرواية. ليس هناك شيء بسهولة ما جرى في هذه الرواية، إنه من أصعب وأشق الأمور على كاتبها وعلى قارئها أيضا. أنا عندما عدت أقرأ رواية هذه الرواية كمحايد بعد مضي أشهر على كتابتها، نسيت بعض مفصلها، عدت لي أنشرها من جديد بعد أن طرحتها ورقيا، ردت أن أنشرها إلكترونيا لأنه الناشر لا ينشر حاليا اللغة العربية إلا بصيغة إلكترونية، ونأمل أنه سيتم مستقبلا نشرها بصيغة ورقية، إنما باللغة الإنجليزية تنشر، يمكن نشرها ورقيا وإلكترونيا. على كل حال، أنا من المهم أن تصل هذه الرواية إلى جميع أنحاء العالم ولكل الناس، لأنها أعتقد أنا هي روايتي الرابعة، هي كتابي 20، هي الإصدار 20 لزهير شلبي، لكنها هي رواية الرابعة. أنا الحقيقة لم أعطي الرواية حقها كما أعطيت القصة القصيرة، لأنني بالأساس كاتب قصة قصيرة قبل أن أكون شاعرا أو كاتب رواية، ولكن هناك من المواضيع ما يستجلب أن تكتب الرواية، فالرواية هي أم الأدب، أنا هكذا اعتقادي، ليس الشعر. أوكي، كان في وقت من الأوقات كان الشعر العربي هو ملامح الأدب العربي كله، حتى لا نجد لا قصة ولا مسرحية ولا رواية يعني أدبية ذات أهمية في الشعر في التاريخ الأدبي العربي، إلا ما جرى في قصص ألف ليلة وليلة وعلى ألسنة الحيوانات التي كليلة ودمنة، وهي مقتبسة من الهندية كما نعرف. يعني نحن اللغة العربية هي لغة الشعر الحقيقة، وهي فعلا يعني كما قيل هي الأغنى، وأنا بمعرفتي باللغة الإنجليزية وباللغة اليونانية وبعض الفرنسية وغيرها أجد أن اللغة العربية قوية في تعبيرها وفي تلوينها، وفي يعني هي كالعجينة التي تستطيع أن تشكلها بالطريقة التي يمكن أن أكون أنا منحازا لها كوني عربي وأكتب بها يعني، لكن وكل لغة لها ميزاتها ولها، لكن أنا ألاحظ بأنها لغة مختزلة حقيقة. لما عندما أترجم أنا أي عمل أحس بأن اللغة العربية قادرة على التعبير بكلمات أقل بكثير من اللغات الأخرى وبعمق كبير، لكن في المجال الذي يختلف قليلا عن المجال التجاري والصناعي والعصري الذي تمتاز به اللغات كالإنجليزية والألمانية والفرنسية.
أحبائي، أنا أطلت عليكم قليلا الحقيقة. أنا أعود هنا إلى الفهرس المحتوى عن الرواية. هناك مقالات كثيرة، أحب أن أقول بعض الكلمات. هذه الإهداء، الله أعلم، يعني الشكر للدكتور وفاء والأستاذ حنان. هذه هنا بالقول الفصل. الحقيقة أنا تحدثت عن هوجة عرب، يعني نحن مقدمة بعض المفاهيم. هوجة عرب، هوجة عرب، هذا مصطلح عامي الحقيقة لكنه سائد. تعريفه بأنه مثل هبة عواصف هوجاء قد يقف في مواجهة الهوجة التي هي مثل هبة عواصف هوجاء، فكر من علم الخوارزميات ومن حفظ تراث اليونان العالمي كابن رشد، ومن علم الطب مثل ابن سينا، والضوء مثل ابن الهيثم وابن خلدون والفارابي وغيرهم من أعلام الإنسانية. الهوجة رعناء عادة، وأنا الحقيقة جئت بمثال على هذا، هي معلقة عبر ابن كلثوم التغلبي، المعلقة الخامسة على جدار الكعبة، وجبت بعض الأبيات عنها. هذا الموضوع الحقيقة يحز في نفسي، أن يجب أن أنا أقترح إزالتها من المناهج لأنها ليست أخلاقنا. أبا هند فلا تعجل علينا، وانظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، يعني نقتل. متى ننقل إلى قوم رحانا، يكون في اللقاء لها طحينا، نطحن الناس كأن جماجم الأبطال فيها، وسوق بن الأماعز يرتمينا، نشق بها رؤوس القوم شقا، ونحتلب الرقاب فتختلينا، وإن العاصمون إذا طعنا، وإن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن أردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجينينا. يا الله، هل هذا ما أقول؟ هكذا نخاطب الإنسانية؟ نحن لسنا كذلك، ولا أعتقد أننا كذلك، ولا يجب أن نتعلم كذلك، غير معلوم. الحقيقة هنا قسمت الأمور إلى الحلم الأندلسي والحلم الفلسطيني وحلم الإنسان العربي. تحدثت عن الحلم الأندلسي الدكتورة وفاء الأندلسي، وتحدثت عن الحلم الفلسطيني أو باسم الحلم الفلسطيني الأستاذة حنان بدران. أما حلم الإنسان العربي فقد الحقيقة تمنيت يعني من إحدى الصديقات الدكتورة بالأدب العربي، وأنا أكن لها كل احترام، وهي لو سمعتني ستعرفني جيدا، لكنها اعتذرت لظروفها الخاصة، فتركت الحقيقة أن من يتحدث عن حلم الإنسان العربي هو هذه الرواية نفسها، شخصيات هذه الرواية، وخاصة الدكتور نادر، وأيضا والده حسان وسولانا وأناهيت، في ظل تلك المرأة المتوفاة البطلة الخالدة نادية. كما ترون هنا، لو يعني كلمة أخيرة، قد أطلت عليكم الحقيقة. حورية هاربة من الجنة، رواية تجري أحداثها بعد 50 سنة من الآن في استشراف الرؤية المستقبلية الحاضر، تتألف من 7 فصول و58 مشهدا، ستؤرق مضاجع بعضهم، ولكنها ستريح قلوب الكثيرين في عالم يحتاج لمثل هذه الأعمال الخارقة لما اعتدنا عليه. هي إصدار الكاتب الورقي 18، وهي ليست كروايات من حيث الفكر والتقنية العالية، بل هي كما قال الدكتور اسكندر لوقا ذات يوم،
عندما تحدث عن رواية الكاتب الأولى إصداره الثالث رسالة للنسيان التي قال عنها حينذاك إنها صفعة على وجه كل من ادعى الأدب دون قضية تؤرقه. لتبقى هذه الرواية الرابعة الجديدة حاملة لذلك الوصف القديم الجديد بل أكثر قوة وتأثيرا وفعالية. تحيتي لكم ألف مرة. تحيتي لكم ألف مرة. نحن الحقيقة ملاحظة لم تروا هذه اللوحة على أهميتها. هذه اللوحة يعني لوحة غير عادية كما ترون. هذه صورة الرواية هنا، يد شاب وفتاة يتجهون باتجاه اللوحة. هذا ضريح تاج محل، قسم من مدخل تاج محل في الهند، الأثر الإسلامي الذي بقي خالدا ليكون إحدى معجزات العالم في فنه المعماري وجماله، ليكون على الحقيقة أن هذا هو ضريح. ضريح أوجدته هنا لأن له علاقة بمفهوم الضريح الوارد في الرواية للسيدة نادية المتوفاة بالسرطان نتيجة أمور خطيرة وخاصة جدا لم تحدث ربما إلا في حالات كحالات ما حصل في عقدنا الحالي قبل إقفاله قريبا. هنا الحياة والموت، الحياة فيها ورود والموت فيها زفاف وصحراء، الحياة فيها جمال والموت فيه بشاعة. أتمنى لكم الحياة، أتمنى لكم الحياة بكل أبعادها الجميلة، وأتمنى لكم الحب والعدل والكرامة والحرية. مني زهير الشلبي.